ملي تكون جالس بحال دابا اونصومبل مع لا فامي ديالك وهادي تيطلع لك اشهار زمان ما كنتش مستعد انا ما فيش بوقع ما فيش اله وباك حداك اصاحبي فهمت هو امك تبقى تشوف باك وتتمرق باك تشوف امك وهو تيمرق اختك هي تتكمش هادي واش فهمتي يعني نورمالمون اخويا داكشي تيجيني شويه باس المهم كوتي ماركتينغ مزيان كخدمه مزيانه ولكن كوتي كخدمه كوتي كسيرفيس وكوتي كماركتينغ كما قلت لك في الاول مزيان داكشي مزيان ولكن في رمضان احسن يكون مور الفطور قبل ما يكون قبل من الفطور فهمتي يعني كان تيطراو ديكا بحال هكاك اللي فهمتي تتمرك تبقى عندك فهمتي تبقى تسمع بحال قلب 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 التلفازه شوف الاذاعه الاخرى قلب قلب التلفازه شوف الاذاعه الاخرى فهمتي هذا ما كان اخي والله ولدي شغن نقول لك اصلا بعد اللي عامل هذا اللي داير هذا الاشهار ممكن ما عندوش ولادو ما عندوش اختو ما عندوش امه لان حشومه العائله المغربيه ما تقدرش تشوف الحاجات هذه حشومه شنو هي زعما الفوطه ديال ولا حشاك ما حشومه يدوز حشومه نهائيا خصوصا احنا في دوله اسلاميه فهمتي ما لا علاقه لها نهائيا مع الاذاعه ديال الفطور باش كلشي مجموع بحال المصياده كيديرونا كامين يعني كلشي مجموع الاب الام الوليدات يلا حط هذاك الاشار بس زعما يمكن ما عرفتش واش زعما نسبه المشاهده واقيلا ما نعرفش شنو مقصودين حنا شتي حنايا مقصودين الحاجات هذه الخايبه مقصودين التليكوموند ما كنكملهاش التليكوموند ديما تحت رجليا دغيا يا كنعفسي على بيديا كندير لها هكا برجلي كنخربق التلفزيون كامل كندخلو في الحيط يعني كل الاذاعات كلهم كيمشيو بهاد المرات مرات طرات ليا ولكن ها ديك كندير هكا ندير هكا شو ما كاع انا بلاتي ما كيمشوش معايا الحمام الحمام ديال الزرقاء ما كيمشوش معايا قلت لك يحشموا انت يجي واحد يدير لك اشهار ما يخسر عليك والو طريق اشهار يلا فسد كلشي اللي كديروا انت محشومه حنا دابا كشي كدوزو حنا عارفينه ولكن بالنسبه نشوفوه مع وليداتنا حشومه بزاف حنا عارفينه وكنشريوه وكنديروا اي هادشي عارفينه متقدمين دوله متقدمين ولكن بالنسبه للحياء خص يكون ضروري حشومه خصهم يحيدوا نهائيا ما عنده حتى شي فايده هو ما عندوش حتى شي علاقه بشي حاجه اللي غتفيدنا حنا عارفين داك الشيء من ابا على جد عارفين هذا الشيء كاين اشنو دابا كنستافدوا حنا من هذه والو لا علاقه ولدي الصراحه هاد الاشهارات اللي ولينا كنشوفهم مؤخرا بحال ديال الفوطه الصحيه راه ان شاء الله رايحوا مع العائله راه تنمرقوا نتفرجوا في التلفازه مازال راه البارح طرت لي هاد القضيه البارح انا نيش مريحين مجموعين مع الدار يلاه غنحل نهز السميره باش نحل لباس يعني شوي كنسمع ما فيش بوعة ما فيش آلة وانت سير دابا ريح مع داركم وفطروا وكتسمع ما فيش بوعة ما فيش آلة تنهز راسي تلقى اشهار ديال ودابا تي مرقوك تريح مع الدار ومشكلة التلفازة حنا عايشة علينا ما كتفرجوا ما والو شي مرقوك باش تصافي كتضطر تمشي تفرج في شي برامج اللي ماشي مغربية باش تلقى راسك ما تلقاش داك الدل وداك الخبط اللي كتلقى في التلفازه الاعمال التلفزيون اللي كنشوفو كل حموضه حتى حاجه ما فيها شي كلها تفاهه وما ما كنلقاوش شي مسلسل ولا شي برنامج توعوي ولا كنستافدوا منه كلشي كيديروه هما على شكل الباز والتفاهه ما فما حتى راي حاجه معناتها هو الحياء في الدين وحنا المغرب دوله متقدمه ودوله ما شاء الله معناتها مثقفه و40 سنه ابريباراسيون معناتها بين تونس وليبيا وكل شيء اما عيب ما بين الفامي تكون قاعد مع ابوك امك اخوتك الكبار سواء ولاد ولا بنات تتفرج في حاجات كيما هذه في التلفزه راه ما يجيش وعيب كبير و فما حتى كلمة تقال الحل الوحيد انه ينحيوها من التلفزه وينحوها معناتها البروغرام تاعو خاطر ما عندك ما قلت معناتها المراه اللي قبلي ما فيهم حتى فايده مش ربح منهم حتى شيء معناتها اللي هما يقولوا فيه في التلفزه وبيبليك معناتها احنا نعرفوه بيناتنا احنا البنات ونساء دونك فما حتى فايده من الموضوع جست حشمه وتشويه سمعه التلفزه المغربيه او القطاع هذايا كله معناها سيرتو بين الفامي سيرتو في العائلة ما بين الخو والأخت ما بين الأب وبنته ولا حتى أخته تبدأ قاعدة معها في هكا سيرتو في رمضان معناتها سيرتو في رمضان تبدأ قاعدة مع أخته أمه حتى الأب يبدأ قاعدة بحذاء أمه ومرته وبنته يجيبوا لنا حاجات ببليسيتي كما هذه معناتها عيب كبير وكما نقول بالمغرب يحشومة على الأخر ينقصوا شوية
ينقص شوية التربية باهية والحشمة باهية. احنا في وقت توا ما عادش يحشموا، اما في الشارع مش معناتها مش في التلفزة اللي هي نورمالمون توصل لنا حاجة فكرة نظيفة فكرة باهية، توصل لنا اني ما زلت التربية حتى يمثلوها مثالش. المهم كي يتفرج حد براني مش مغربي يتفرج على تلفزتنا احنا وقنواتنا نحن يقولوا المغاربة ما زلت فيهم الحشمة، وحتى متقدمين الحشمة متاع جدودهم ما زلت عايشة فيهم التوا. راه ما بلانش يدوزوا لينا الاشارات، حيت حنا تنكونوا جالسين مع والدينا مع خوتنا مع جدودنا، راه حشومه وعيب، حيت داك الشيء راه خصو يكون مستور ومخل بالحياء. مهم خصهم يتفادوا بحال هذا النوع ديال الاشارات، ومهم يكون داك الشيء ما يديروش في التلفازه، على الاقل يحاولوا، ما راه عارفين خدمتهم ولكن ما يديروش في التلفازه، حيت حنا تنكونو ديما مفرجين فيها. راه ما بلانس ديما ضروري، انا والوالده ديالي ديما تنتفرجو في التلفازه، وفاش كنشوف بحال داك الاشار كندير راسي على التليفون ما مسوقش، حيت راه تنحشم تنظنك اخويا، راه ما كنقدرش نشوف بحال هكاك. خويا خصهم يحبسو من داك الشيء، حيت راك عارف راه ما بلانس داك الشيء اللي كيلوحو على المرات راه خايب وكذا، حيتاش بعض المرات تنكونو جالسين مع عائلاتنا وبواتنا ومواتنا تنمرقو بحال هاد الشيء. المهم داك الشيء راه يديروا الاشارات ولكن ما يبقاوش يكثروا منه، مره يبقاو يلوحوا لنا اشارات بحال هكا، ولكن زعما ما يكونش ديما زعما بحال هكا يبقاو يحطوا لنا. حتى بعض المرات تنكونو جالسين مع الدار وكذا، راه ما يمكنش لينا زعما بقاو، راه كتجينا الحشمه وكان بحال داك الشيء كنمرقوا منهم، و كيف قد الدري راه تقون هزو التليفون وكذا بحال زعما بحال ما واقع والو. بعض المرات كنوض كاع من حداهم كاع ما نتفرجش كاع في التلفازه بسبب دوك الاشهارات. واخر مره هادشي في الايامات الاولين بحال هكاك ديال رمضان، كنت جالس مع الدار بحال هكاك، ما عرفتش بان داك الاشهار ديال بان داك الاشهار وصافي، وانا راه كاع نط من حداهم، انا مشيت لبيتي جلست كاع بالناقص كاع من دوك الافلام كنت كنتفرج، هما تبقاو يزيدوا فيه تبقاو يبينوا اشهارات تبقاو يعاودوهم وكذا. كيف قلت في الاول راه خاصهم يبقاو يقللوا منه، ما يلوحوا اشهارات ولكن مره ماشي ديما بقاو يعاودوهم في النهار وكذا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.